يلعبوها استراتيجيه هذه. ماش اراده تفضل. ما فماش اراده اختي سامح. خو كان ثم اراده وثم عزيمه وثم ناس تحب تخدم يا خويا نخدم على المدى البعيد يا خويا. ما 5 سنين على 10 سنين نعمل بلافون انا سقف اللي نمشي عليه العام الاولاني رانا ما كومش فرد نهار باش نلقاو لكم الحلول. نشوفوا طريق شنو في تراكتور والناس يموتوا وما صار حتى شيء. قولوا لنا الحقيقه وقولوا لنا الحقيقه ليه نخدموا على المدى البعيد خاطر كيما برشا نسمع فيها المالوقه تخلص في 10 ولا 12000 هنا في ساندويتش ب 12000 فهمت الاشكاليه وين نتفاهموا على المدى البعيد تلقاو الحلول. فهمت خاطر سي جراف تشوفهم كيفاش راكبين في تراكتور واشترهم معناها يموتوا في ثنيه وفي في ما عندوش الدوله يد سحريه. لكن انا نعمل سقف 10 8 سنين تتحل المشكله هذه. القى لي حل انت تو. انا نلقى الحل. شاملنا غدوه بلاش بيك لطفي بونطر. انا والله القى لي حل. انا سامح ريت حاجه انت من 7 لنص نهار معناتها كارياتو استوديو شفتوا من هكا مرحبا بك رجعنا عوايب زوز اخرين خويا تعملي في مشكله مع الاداره وجهيل الغماري سيده رئيس تحرير غادي اخترت مع جهيل الغماري باش تقولها الجمله باس سايب لك باس خويا انا ريت من نص نهار اسمع جهيل الغماري اعطيني الكاميرا ايمان دخلت فما زوز صوابع اسمعوا هكا لطفي بنطقه والاخر تقولي هي دونك هكا من المصباح الصبحيه نتاع جهان. شكرا لك لطفي بنطقه نورتنا باش يكون معنا موجود في برشا مرات لطفي بنطقه باش يكون ساي انت تاع ولد ناس الديوان. مرحبا بك. انا استبنيتوني ساي استبنيناك. مرحبا بك. اجاوني ان شاء الله تحضروا لي في العرض نتاعي. عندي مسرحيتي سير عنساء كتبها للاعلامي الكبير لطفي العماري اخراج الممثل القدير كرام عزوز فوزي كشرود معايا ان شاء الله ربي يلطف به مريض شويه ان شاء الله ان شاء الله نقفوا معاه ونعاونوه كممثل معايا خضر حرب لو 12 ان شاء الله نهار 12 جويليا مستدعين الكل وين مدام في دار المسرحي في باردو. دار المسرحي ممتازه جدا تحيه لسليم سنهاجي زاد نبرفو في العمران في ابن زيدون تحيه لمدام بشرى. فالعمل هذا يصير عن سنه برشا استدعوات خاطر صباح برك عطيتني 6 استدعوات كيفاش تفادي الاشهار. تستاهلوا كل خير كان ما تاخذوش انتم شكون شكرا لك ولاو مدعوين جماعه عاملينها وحدنا لتيكي لا شيء يجيو جماعه الديوان الكل مرحبا بكم. كنت سعيد جدا بصدق كنت را برشا سي توفيق را الدكتور را الفنان العظيم فصديق معمز علي يا باشا وكلام الله المجيد. فتحيه لكم فرحان برشا اني كنت متواجد معكم. شكرا لكم. احنا فرحانين اكثر بك. شكرا.